السلام عليكم، أقدمكم رأسي أنا حمد أبو الخير من قناة الربح من الإنترنت. اليوم أقدم لكم بشرح الموقع الذي اشتهر بسرعة لما يحتوي على مميزات كثيرة، والموقع هو روشيكليكس. بالإضافة إلى الشرح هناك مفاجأة سارة في آخر الفيديو، انتظرونا إلى النهاية ونبدأ على بركة الله بالشرح. الموقع هو شركة موجودة على أرض الواقع ببولونيا، ولها فروع في دول أخرى، وكما يظهر في الصورة كل المعلومات متاحة بالإضافة إلى الهاتف لمن يريد اتصال. مجال عمل الشركة شراء النفايات وتزويرها لتصبح مادة خام ثم بيعها، تتم العملية في مدة 5 أسابيع وتجني بعدها أرباح بقيمة 14% مقسومة على جزئين. الجزء الأول مدته 3 أسابيع وأرباحه 6%، ويتم بعد شراء المخلفات وإعادة تدويرها لمواد معالجة. الجزء الثاني مدته 2 أسابيع وأرباحه 8%، ويتم إعادة تدويرها لمواد معالجة لحبيبة، وعند إكمال 5 أسابيع وبعد شراء يمكنك بيع الحبيبات وجني الأرباح. نبدأ في التسجيل. كتجي دير هنا تسجيل، كتقرأ هذه المعلومات والشروط نتاع السيت، بعد تكليكي هنا باش تقول لهم انا موافق على هذا الشيء. تجي هنا تكتب الايميل، مود باس، تعاد مود باس وحساب المحلي، رقم الهاتف، وتكليكي على هذا الكابشا ودير انشاء الحساب. يقدر يجيك ايميل باش تفعل الحساب ديالك، ويقدر يدخل ديريكت. ومن بعد كتدخل الحساب ديالك، ندخلو الحساب باش تشوفو الحساب ديالي. دابا رحنا في الحساب ديالي، انا شحال عندي نتاع الكمية تاع المخلفات اللي راني شريتها، اوكي اللي باقي لها شحال نتاع الوقود، باش تعرف شحال باقي لها. ولا بغيت تعرف بالضبط هاد الشي شحال عندك نتاع المخلفات شحال باقي نتاع الوقود، دير هنا اعادة تدوير وتجي هنايا وغيبالك بحال انا راهم عندي 5250، باقي لها 17 يوم و17 ساعة، وهاد 318 كيلو باقي لها 3 أيام و17 ساعة وتكمل. اللي بغى يشري، اللي بغى يدير ديبوزيت باش يدخل الفلوس هنا باش يشري، كيجي لهنايا كيدير ايداع، كيختار باش يشارجي الحساب ديالو، واش بالبيتكوين، واش بالبطاقة، فيزا كارت ولا ماستر كارت، ولا بطاقة افتراضية، ولا هذا وير. من البنكة ديريكت صيفط لهنا. انا كاع من هادو كنفضل بالبيتكوين، لحقاش البيتكوين كيكون طالع الثمن ديالو كيهود وكيطلع، انا كنفضل البيتكوين وسهل بالمعاملة ديالو، وكيطلب لك لا باش تفعل الحساب لا باش تفعل لاكارت. الا مشيتو ودرتو بلاكارت، خص لاكارت ديالك تكون بسميتك والكونت بسميتك،
وكما في عندك اسم ديالك ولا كارت ناسيونال يكون حتى في لا كارت ماستر كارت ولا فيزا، حقاش يقدر الا ما كانش ديالك راه يبلوكيو لك الكونت باش نتفاهم. اللي بغى بالبيتكوين احسن حاجه هي البيتكوين، واللي ما كانش عنده البيتكوين وبغى البيتكوين يعيط ليا ونتفاهم معاه ونصيفط له البيتكوين صافي. كي كتشري كتكتب هنا شحال باغي تشري، 100 أورو، 200، 300، حتى المليون إلا باغي تسرجي مليون. صافي كتسرجي حسابك كتجي لهنا صافي كترجع للكونت كتلقى هنا، كتدخل كتلقاها هنا. هتجي لهنايا تشري مخلفات، هدير هنا شراء ودير الكمية اللي راك باغي تشريها، شحال راك باغي تشري، 20 أورو، 30 أورو، 40، 50، شحال ما بغيت كتشري. كيعطيوك المرة الأولى 500 كيلو، 500 كتكون بمليون بس كي تكمل هذيك 500 غتولي تشري واحد الآلات، هادو اللي راكم تشوفوهم هنا، هادو ان شاء الله حتى المرة الجاية وغادي نشرحوهم. هادوك غادي نهضرو غير على المليون، 5000 كيلو نتاع المخلفات. انا راني كملت هذيك 5000 وراكم تشوفوا هنا عندي 41 من هاد الآلة شريتها، بقى ليا 457 كيلو اللي عندي نشريه، هادشي اللي بقى لي. ونولي عاوتاني نشري من هاد الآلة عاد غادي يزيدونا شوية كيلويات نتاع المخلفات ونولي نعاود نشريهم، ومن بعد نشرح لكم هذا. صافي كي كتشري المخلفات تكري على شراء اوتوماتيكمون كيبدي من هنا السيكل الاول، كيبدي من هنا كيولي جاي 3 نتاع السيمانات كيوصل هنايا كيولي مادة من فوق. هنا كيقول لك واش تبيع ولا تكمل السيكل ديالك. انا كنفضل ومن احسن حتى واحد ما يبيع هنا، راه كتخسروا فلوس. واللي قول له يكمل صافي، من كيكمل كتخليه يكمل كيبقى جوج سيمانات ويوصل هنا. كي كيوصل هنا كيقول لك واش إعادة التشغيل، تعاود السيكل عاوتاني تعاود تشغلو من الأول ولا بيع. انت غادي دير إعادة التشغيل إلا راك باغي تخدم وكدا، ما أنا نفضل كاع مديروش هاد البيع هدا، راه إلا بعت راه مكيردولكمش فلوسكم نيسان، راه كيقلعولكم منا باش يبيعوك. انت تعاود دير السيكل تدي الأرباح ديالك ويعاود نفس الوقت يعاود عاوتاني 3 نتاع السيمانات واللي مسحوق تعاود إعادة التدوير ويجي 2 سيمانات عاوتاني تدي الربح ديالك ودير هذا وتبقى غادي هاك. والأرباح ديالك إلا بغيت تسحبها ولا تعاود تخدمها، غادي نوريكم كيفاش واش تسحبها ولا تجي هنا دير السحب. ها هي هنا كاين السحب بالبيتكوين ولا الباي بال ولا الارضي البنكات اللي كاينين. انا هادي ما شريتهاش ولكن الناس نعرفهم راهم شيوا، الناس في المغرب خدامه مزيان كيخدموا بها.
باي بال، انا ما سحبش بالباي بال، انا كنسحب غير بالبيتكوين. حقاش البيتكوين تقريبا انا عندي في 10 دقائق كيفوت لي السحب، ما كيفوت ليش 10 دقائق بس كيفوت السحب. كتجي هنايا كدير الكمية، كدير هنا الكمية اللي راك باغي، 20 أورو، 30، 40، 50، 60، شحال ما بغيت. تكتب الرقم تاع المحفظة ديالك، العنوان تاع المحفظة ديالك تكتبو هنا، ديرو يضرب. اللي بغا هنايا كتجي كتكتب هنايا، لو بغيت تعاود ترد الفلوس للحساب ديالك وتعاود تستثمرهم، كدير الكمية اللي راك باغي، دير السحب، الفلوس ديالك اللي كتكون هنا كتولي هنا باش تعاود تستثمرهم. هذا الشي راه مفهوم وسهل، واللي ما فهمش شي حاجة ولا جاتو شي حاجة واعرة يهضر معايا ان شاء الله غادي نفهمها له. هنا تعديل الملف الشخصي، كما كتلقى هنايا اسم ديالك والرقم الحساب ديالك كاع جميع المعلومات، في الزايد من بلاصة ساكن، العنوان تاع الدار ديالك، هنايا هادي مزيانة. هادي أنا كيما راكم تشوفوا هنا واش راني داير، إعادة التشغيل تلقائيا والحصول على الأرباح. بلي مي كنت نقول لكم أودي في الأول، هانتوما داير هنا إعادة التشغيل تلقائيا والحصول على الأرباح. حال هنايا كيما كنت نقول لكم بلي غادي توصل هنايا دير إعادة تدوير، بلي انت ما غاديش تبقى دير هاد إعادة تدوير، يولي الراس اوتوماتيكمون كيعطيك الأرباح ويلي يكمل راسو كيوصل هنايا عاوتاني في 5 نتاع السيمانة. ماشي ضروري تاتك ليك انت دير إعادة تشغيل، بلي اوتوماتيكمون غادي يولي يعطيك الأرباح ويبقى يخدم راسو. أنا دايرو اوتوماتيك، يفوت لي الأرباح ديالي ويعطيني هنايا ويعاود لي السلك لراسو. هنا كاينه حاجه اخرى، انا لو بغيت اعاده التشغيل ودمج الارباح، بلي حتى الارباح تولي تشرى الراسه، كل شيء يولي يديرو السيت الراسه. هنايا يرجو الانتظار بين اختر، بلي انت تولي تتحكم فيه، انت هو اللي تسنى كي يكمل الشكل، انت اللي تكليك على تعاود تكمل السلك ولا تقول له نبيعه ولا. وانا كنفضل هادي احسن، باللي يعطيك الارباح ويعاود راسو. واش دابا قاعد ما صرحناش؟ غادي نوريكم السحوبات ديالي اللي سحبتها. غادي نجي هنا نديرو السحب، بس بقا تقولو رانا كاع ما سحبناش. والله هانتو انا كنسحب غير بالبيتكوين. ها بيتكوين 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 بيتكوين، كلشي سحبتو بالبيتكوين. هادي اخر مرة سحبت 38 أورو، هانتو ما شهر 9 نهار 20، هادي واحد 3 أيام تقريبا، اليوم راه 23، هذه 3 أيام من سحبت 38 أورو. ها هي هانتوما كل شيء باين هنا، هيا الادريس اللي كان سحب ليها هانتوما راها كاين هنا، كدير لي بيرو اللي راك باغي وكتسحب. والحمد لله كل شيء راني سحبته وكل شيء وصلنا. كاينه واحد الحاجه باقي ما صرحتهاش، هي هاد الحساب هادي هنا كتعرف شحال
الربح ديالك اللي كتديهم في 3 نتاع السيمانات ها هي، انا كندي 66 اورو وفي 5 سيمانات 155 اورو، وراني ناوي عاد نزيد نطور الكونت ديالي ان شاء الله، ناوي ان شاء الله نزيد نشري من هذا الماشين اللي راهم هنا، ومن بعد ان شاء الله نصرحوهم. نتمنى تكونوا فهمتوا الفيديو، يكون كل شيء مفهوم، واللي ما فهمش شي حاجه ولا يعيط ليا ونفهمه. وكما قلت لكم راه هناياك مفاجأة في آخر الفيديو. المفاجأة هي باللي جوج اللوالة اللي غادي تسجلوا بالرابط ديالي غادي نعطيهم من عندي 20 أورو، 20 أورو جوج اللوالة اللي غادي تسجلوا من الرابط ديالي، اللي غادي يكونوا جوج اللي غادي تسجلوا اللوالة من الرابط ديالي غادي نعطيهم 20 أورو. هادشي مفهوم؟ وانتم يعجبكم الشرح وشكرا.